مشاهدي الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم على الهواء مباشره في برنامج 10 و10. يسرنا ان نناقش في هذه الليله محورين اساسيين. في المحور الثاني، الشعب في مواجهه جماعات العنف المسلحه، وسيكون معنا الاستاذ جميل اصبحي ناشط سياسي، وعبر الهاتف اللواء المناضل احمد قرحش احد قياده ثوره 26 سبتمبر المجيده. اما المحور الاول، ماذا بعد تقديم اللجنه الرئاسيه تقريرها الى الرئيس هادي؟ ما هي أهم بنود التقرير الأولي للجنة الوطنية الرئاسية إلى جماعة الحوثي المسلحة الذي قدم لرئيس الجمهورية؟ لماذا رفضت ميليشيات الحوثي كما يقول كثير الخيارات التي قدمتها اللجنة الوطنية؟ وهل صحيح أنها قدمت 6 مطالب الرئيس هادي، منها المشاركة في صنع القرار السياسي كشرط لرفع المخيمات المسلحين ورفع الحصار عن صنعاء؟ ما الذي دار بين اللجنة الرئاسية وزعيم الحوثيين؟ ما هي الأجندات الخفية التي يسعى الحوثيون لتحقيقها كما قال الرئيس هادي؟ ما الخطوة القادمة للسلطة والحكومة بعد رفض الحوثي التفاوض؟ وما هي الخيارات المفتوحة؟ وماذا بعد رسالة الشعب اليمني بالأمس في مسيرته المليونية، وقبلها في بعض المحافظات؟ ألم تكن فرصة تاريخية للرئيس هادي أن يتخذ حزمة من القرارات تحفظ اليمن من الانزلاق في حرب يخطط لها الحوثيون؟ وناقش هذا الموضوع مع ضيفي في الاستوديو، الأستاذ عبد العزيز جباري، عضو اللجنة الرئاسية الوطنية المكلفة بالتفاوض مع الحوثي. مرحبا بك في هذا اللقاء. اهلا وسهلا. ايضا سيكون معي عبر الهاتف بعد قليل الدكتور علي الزكري، كاتب محلل سياسي من الامارات. استاذ عبد العزيز، يعني عندي اسئله كثيره. هناك قرانا في الصحف، في المواقع النت، عبر وسائل الاعلام المختلفه، تضاربات في الاخبار والانباء، وفرصة أن يكون معي عضو في اللجنة الرئاسية ليحدثنا ما الذي دار بينكم وبين السيد أو زعيم الحوثيين؟ ما الذي جرى؟ ما هي النتائج؟ اللقاء اليوم مع الرئيس، تأجيل اللقاء الختامي إلى يوم الخميس مع قيادات البلد لاتخاذ قرار بشأن هذا التقرير. أرجو أن أجد إجابات واضحة وصريحة. بداية اليوم، لو بدأنا بلقاء اليوم، الرئيس التقى بكم وبرئيس الوزراء وأعضاء مجلس النواب، تقريبا بعض أي أعضاء مجلس النواب أو رئيس مجلس النواب. ما الذي دار اليوم؟ ماذا قلتم؟ ماذا خرجت فيه من هذا الاتفاق، من هذا الاجتماع؟ شكرا جزيلا. بداية، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، فرصة طيبة أن نلتقي في قناة سهيل، أحد القنوات الفضائية اليمنية. والهدف من الحضور اليوم إلى الاستوديو وإلى هذا القناة، أولا توضح قليل من بعض الحقائق الموجودة وبشكل يعني شفاف وموضوعي وبعيدا عن اولا، كما يعرف الجميع ان هناك مشكله في البلد نتيجه الاحتجاجات ونتيجه وجود بعض الجماعات المسلحه وغير المسلحه في بعض المنافذ في العاصمه صنعاء. وهناك مطالب للاخوه في الانصار الله جماعه الحوثي، وتم استدعاء كثير من المكونات السياسية ومؤسسات الدولة الرسمية، منها الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى، وتم الاجتماع برئاسة رئيس الجمهورية عبد الرب المنصور هادي اليوم. هذا قبل 3 أيام، قبل 4 أو 5 أيام في اللقاء. تم تكليف لجنة رئاسية، لجنة وطنية رئاسية من قبل هذه المؤسسات، مؤسسات الدولة ومنظمة المجتمع المدني والأحزاب السياسية، من كل الأحزاب السياسية الموجودة في هذا البلد، للذهاب إلى الأخوان في صعدة، الأخوان جماعة الحوثي، للتفاهم حول كثير من القضايا ومعرفة ما هي مطالبهم. وأكدنا في خلال اللقاء وأثناء يعني تكليفنا بالنزول إلى محافظة صعدة أننا يعني لسنا لجنة نقل رسائل، بل لجنة يعني مكلفة من قبل هذه المكونات ومن قبل رئيس الدولة. لدينا صلاحيات أن نتفاوض حول كثير من القضايا. لديكم صلاحيات؟ بالتأكيد. هم يقول أنكم رسل، ليس لديكم صلاحيات وعندهم خط حمر وتوجيهات معينة، هكذا قالوا لي. أصلا لا يمكن أن نقبل على أنفسنا أن نكون رسل. هذه الشخصيات الموجودة داخل هذه اللجنة من كل المكونات السياسية، يعني بعضهم أمناء عام من المساعدين وبعضهم أمناء عام أحزاب سياسية، فقط ولا بشكل عام ممثلين عن كل هذه المؤسسات وليس عن السلطة القائمة لها. لا لا لا، هم يقولون أنكم عن السلطة. إحنا يعني قيادات أحزاب سياسية في البلاد، ومجلس نواب، مجلس شورى، وحكومة، وكل القوى الموجودة، وأيضا الهيئة الوطنية لتنفيذ الإشراف على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، واللجنة المشكلة لصياغة الدستور، وكل القيادات في البلد. ونزلنا، والهدف هو الوصول إلى
يعني تفاهمات واتفاق على القضايا المطروحة، أن هناك قضايا يعني ما يطرح على أن هناك في احتجاجات شعبية من أجل رفع ثلاث المستلزمات مطالب: النفطية. اسقاط الحكومة، اسقاط الجرعات، تنفيذ مخيل الحرة الوطنية. هذه اللي رفعوها. هل تم المناقشة في هذا الموضوع؟ يعني أريد أن أكون بوضوح هنا. تم طبعا، هذه الشعب رفعوا تم هذا. طبعا النقاش في كثير من القضايا، في هذه القضايا الرئيسية بالذات. قضية الحكومة يا أخي الكريم، أنت والأخوة المشاهدين، كلنا متفقين كقوى سياسية في هذا البلد على أن الحكومة هذه لابد أن تتغير بحكومة وحدة وطنية أو حكومة كفاءات. وانتم رفعتم مجلس النواب بطور رسالة طيب للرئيس. اسمح لي، نعم. هذا الكلام يعني مخرجة الحوار الوطني أكدت على ذلك أيضا في مجلس النواب، وأنت استضفتني في هذا نعم. نعم. الاستوديو، وأكدنا على أنه من الضرورة ومن المصلحة الوطنية تغيير هذه نعم الحكومة لعدة اعتبارات، صحيح صحيح. وبالتالي أصبحت قناعة لدى الناس أنه ضروري تغيير هذه الحكومة، ونفضل كما يفضل كثير من الناس أن تكون حكومة كفاءات وليست حكومة محاصصة، جميل. وبالتالي هذا الأمر محسوم، نعم. هو مطلب من مطالب الأخوان في أنصار الله، وأيضا هو مطلب شعبي ومطلب أيضا كل الأحزاب السياسية الموجودة، وأيضا حتى أصبحت الأحزاب المشكلة لهذه الحكومة على استعداد أن تتخلى عن هذه الحكومة. المطلب الثاني تنفيذ مخرجات الحوار. تنفيذ مخرجات الحوار، احنا تحاورنا صحيح واتفقنا ووقعنا من كل القوى السياسية، كانوا موجودين هم، كل الناس موجودين واتفقنا على هذه المخرجات، وبالتالي ثمرت يعني جهود كل الناس أن تنفيذ مخرجات الحوار، وبالتالي الناس كلهم مجمعين على هذا التنفيذ. يعني حصلت بعض يعني بعض التأخير في تنفيذ بعض المخرجات، احنا أكدنا على أنه احنا مستعدين أن تكون هناك آليات ووسائل وآلية مزمنة لتنفيذ هذه المخرجات، ما شيء مختلف ولا حد قالها، جميل، بما فيها لهم وجهة نظر حول الهيئة الوطنية يعني للإشراف على مخرجات الحوار الوطني المشكلة الآن، نعم. حول بعض القضايا احنا تفهمنا الموضوع وأكدنا أننا معهم في هذا الجانب، يعني على أساس أنه يشاركهم، هم مشاركين أصلا طيب فيها، ماذا ما لكن في بعض القضايا بما يعتقدوا في اللائحة الداخلية وفي كثير من الإجراءات ويعني صلاحيات هذه اللجنة اتفقنا في هذا الجانب. بقى رفع الدعم عن المشتقات النفطية، رفع الدعم عن المشتقات النفطية كلنا وكل القوى الموجودة في الساحة الوطنية سواء، وايضا اعضاء مجلس النواب وكثير من كذا، كلنا لا يمكن ان نرضى بان المواطن اليمني يتحمل اعباء صحيح. الى جانب اعباء، هذا الكلام احنا حريصين، كل الناس حريصين. جميل. الحكومه اتخذت اجراء، الاجراء هذا كثير من وجهات النظر الموجوده بما فيها بعض الاحزاب المشكله للحكومه، المؤتمر الشعبي العام والاصلاح، غير راضين عن هذه الجرعه، صحيح. لكنهم تحت الضغط مثل ما فهمنا، تحت الضغط من قبل رئيس الدوله وتحت يعني الضغط من قبل الوضع الاقتصادي، ارتضوا بانهم يعني يوافقوا على مضض على هذه الرفع. فاحنا عندما وصلنا هذه الثلاث المطالب، المطلب الثاني والثالث متفقين، بقي المطلب الاول. وانت عندما تنزل في لجنه لابد ان يكون اخذ وعطاء وحوار من اجل الوصول الى تفاهمات والى نقطه التقاء. طيب. اما اننا ننفذ كل ما يتم الطلب، احنا مش لجنه. اذا القضيه قضيه التنفيذ، إذا وافقنا على كل ما يطرح فإحنا لجنة لديها صلاحيات، وإن لنا وجهة نظر فإحنا لجنة ما فيش لديها صلاحيات، لا مش صحيح. أنتم رسل، يعني إحنا رسل، يعني إحنا لو وافقنا على كل شيء، إحنا رسل لو وافقنا على كل شيء على ما طلبوا، فإحنا عبارة عن رسالة نقلناها من السلطة أو من رئيس الجمهورية أو من حضر للأخوة في أنصار الله، لكن إحنا أيضا قيادة وطنية ونعرف ما هي مصلحة البلد، وطرحنا أنه نعتبر ان الحكومه ارتكبت خطا بهذا الاجراء الذي ارتكبته، وبرغم ان الرئيس هو الذي اتخذ القرار، نعتبر ان الحكومه من ما اتخذه، نعتبر ان ما تم اتخاذه خطا، من الذي يستطيع ان يقول ان هذا يعني خطا اقتصادي وارتكب يعني، احنا اكيد خبراء، اكدنا قلنا خبراء اقتصاديين، جميل، الخبراء الاقتصاديين من كل المكونات السياسية، مستقلين من كل المكونات، من كل من ما، احنا مستعدين ان تخلف لجنة خبراء من مجلس حتى بما فيها مجلس النواب ومجلس الشورى، هذه اللجنة تدرس الوضع الاقتصادي للبلد، لان الحكومة تطرح انه اذا لم نرفع الدعم على المشتقات النفطية فان العملة الوطنية ستنهار، وسيصل سعر صرف العملة الى مستوى قد ربما يصل الدولار الى 500 ريال، وفي هذه الحالة سينهار الاقتصاد، فما فيش يعني تطرح الحكومة انه ما فيش امامها خيار الا رفع المشتقات النفطية، الدعم على المشتقات النفطية. احنا بحاجة الى خبراء اقتصاد، ان وجدنا ان الخبراء قالوا لنا انه الحكومة ارتكبت خطأ،
فيجب أن تتراجع عن الحكومة القادمة. جميل. على هذا الخطأ. وإن أكدت الخبراء الاقتصاديين على أنه لابد من إجراءات اقتصادية معينة بحيث أننا نحافظ على الوضع الاقتصادي الهش الموجود في هذا البلد. فيجب علينا أننا نغلب المصلحة العامة للوطن. طيب هذا هل واتفقنا على هذا الأساس والكلام المنطقي والعقلاني والذي يجب أن يكون هو هذا. طب ما الذي خرجتم به؟ طيب الآن في كل واحد يتهم الآخر، أنتم الأسر، أنتم لجنة، هذا لم يأخذوا بعض لحقوا بالبخيتي برسالة للرئيس لهم مطالب ست نقاط وكذا، يعني لم يرسلوا معكم. لا نريد أن نتهم أحد. لا هذا ولا أحد يتهم لا في صالح. إحنا لا نريد أن نتهم أحد ولا. بماذا خرجتم؟ ولا نريد أن يتهمونا. إحنا لدينا وطن، كلنا شركاء في هذا الوطن، وعلينا جميعا أن نتفاهم كأخوة، كيمنيين، كمسلمين في هذا الوطن. أن أي مشاكل سواء كانت أمنية أو اقتصادية أو سياسية تهم الجميع، وتعود بالضرر أو بالنفع على هذا البلد. صحيح. وبالتالي لا نريد أن نطلق اتهامات ضد بعضاتنا البعض. إحنا نزلنا بقلوب وعقول مفتوحة من أجل حل المشكلة. حتى الآن، وأنا أقول لك، نحن لازلنا مستعدين أن نتناقش ونتفاوض ونصل إلى حلول مع كل القوى السياسية. ما أطرح الآن وأقول لك بكل صريح العبارة، إحنا وضعنا حزمة من الإصلاحات، من الإصلاحات الاقتصادية. إحنا بحاجة إلى القوى الوطنية أن تلتف هذا حول هذا الإصلاحات. من وضع الإصلاحات؟ كلجنة. يعني أنتم وضعتم مقترحات مقترحات يا أخي، إحنا نمثل كل القوى السياسية في البلد. لدينا اثنين يعني أمناء عامين مساعدين للمؤتمر الشعبي العام. لدينا أمين عام مساعد للإصلاح. لدينا أيضا قيادي من الناصرية اللي هو الأستاذ عبد الملك المخلافي. لدينا أمين عام حزب الحق. لدينا يعني المرأة ممثلة، الشباب ممثل، أنا أيضا أمين عام حزب. وبالتالي كل هذه القوى خبرات حريصة على الوصول إلى حلول وعلى مصلحة البلد. ما طرح بالنسبة لرفع المشتقات النفطية للحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار، كلنا متفقين. لا نريد أننا نختلف على مسألة قد ربما نتفق بأقل كلفة. يمكن الأسلوب بس هو اللي لا نريد أن 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 لا أقول نزايد باسم يعني باسم الناس، لا أريد أن نستخدم في هذا الظرف الحرج والدقيق وحصار في حياة اليمنيين من أجل أننا نوظف معانات الناس من أجل هدف آخر. نريد أن نناقش الوضع الاقتصادي في هذا البلد. طيب ده الوضع الاقتصادي يسمح بدعم المشتقات النفطية، فنحن أول الناس الذي سينادوا بدعم المشتقات النفطية. أنا أتمنى، أنا واحد من المضررين، أنا وأنت وغيري وغيرك. لكن إذا الوضع الاقتصادي سيتضرر، وهذا الكلام أنا أقوله، نعتبر أن الحكومة هذه جافت الحقيقة، ونعتبر أن الحكومة هذه ارتكبت خطأ وليست لديها مصداقية. نحن نؤجل مثل هذا الكلام إلى حكومة قادمة تشترك فيها كل القوى السياسية يعني بما فيها الأخوة في أنصار الله. يعني أنت كان بتقول يعني في إن شاء الله تغيير أو سقاط الحكومة؟ يعني الحكومة في تقديري سواء اتفقنا مع الأخوة في أنصار الله أو لم نتفق، يجب تغيير الحكومة. هذا كان مطلب من زمان يعني. هذا مطلب أصبح يعني مطلب شعبي يا أخي، وليس مطلب حوثين جديد يعني. طيب دكتور، يعني أستاذ عبد العزيز، يعني هناك من يقول قبل أدخل في التفاصيل، لأنه أنا لما أخرج برضو أدخل في التفاصيل بماذا خرجتم. يعني هل بالمعقول شخصيات كبيرة، أمناء عام الأحزاب، شخصيات وطنية كبيرة تاريخية، يعني ما شاء الله كلكم، يعني كم من شخص، كم من ما شاء الله، يعني تزوروا شخص يتزعم جماعة مسلحة يعني وتسلموا وتصافحوه يعني كذا، وينتظركم على واحد واحد، يعني شيء كذا الكثير تساءل، يعني هل يليق بدولة، يليق بكم أنتم كشخصيات كبيرة؟ يعني أنا شخصيا سأذهب إلى أي شخص يمني يعني من أجل حقن دماء الناس ومن أجل بلدي ألا كل من رفع القوة والسلاح خلاص بح يعني الآن يقدر في واقع يا أخي الكريم. أنا لو صنفت الناس لماذا أذهب إلى الإصلاح، لأن الإصلاح يعني حزب كذا وكذا، ما يعني أنا أحاول أن أنا يعني أتكبر على الحزب الآخر أو الشخص الآخر، لماذا أذهب للاشتراكي؟ لا بالعكس، أنا مستعد أذهب إلى أقصى الشمال ولا أقصى الجنوب ولا كل مكان. إحنا ذهبنا في لجان عديدة، في لجان يعني كعضو مجلس نواب. هذا المصيبة هذا. سنذهب كم لجان؟ إذا أردت أن أذهب إلى لجنة إلى عند الأخ صالح، أنا مستعد أن أذهب من أجل المصلحة العامة. أنا سلمي، أنا ما مش قضية، ليست قضية وليست لدينا حساسيات، ولا ينقص من قدرنا ولا يعلي من قدر الآخر. ما هو بالأخير رفضكم؟ أنا عندما أذهب يا أخي، هو بالأخير قالوا أنه دخل معه بن دغر 4 ساعات لوحده وتركم لوحدكم أنتم. لا إحنا، أنا أقول لي هل جلس مع بن دغر 4 ساعات بدونكم؟ التقينا أخ صالح. أيوة. أنا أتكلم عن ما يدور في الصحف الآن. التقينا، دعك من الصحف، أنا أريد أسمع منك يا كلامي. تفضل. التقينا وهناك يعني لقاء أخوي مع كل الناس الموجودين، وتناقشنا نقاش وطرحنا هموم الناس،
وأنه ما هي المخاطر من وجود هذه المخيمات على أبواب العاصمة صنعاء، وقد ربما تحدث، وأنا أقول لك وعبر هذا المنبر، قد ربما يستغل لطرف آخر لا يريد خيرا لهذا البلد، وندخل في مشاكل وتحصل ردود أفعال، ونتمنى أننا لا نصل إلى هذا الكلام. والإخوان في أنصار الله يعتقدوا أنهم يمثلوا جزء كبير من الناس، وأنهم يدافع عن حقوق الناس، ونحن نعتقد أننا بندافع عن الوضع القائم، ويجب أننا نصل إلى نقطة الالتقاء. لا نريد نعتبر أننا كلنا بندافع عن المصلحة العامة، يعني لا بد من الالتقاء، ولا بد من النقاش، ولا بد من الوصول إلى رواية مشتركة مسلم به. يعني أجب على سؤال، أهتم من السؤال، لا أنا أتحسس هل بالذهاب إلى أي شخص، خلاص اتفقنا عليه، أمر طبيعي، الله مش مشكلة. يعني هل ابن دغر انفرد به 4 ساعات لوحده؟ التقينا وياسر سلطان البركاني، قالوا يعني كما تكلم بعض الصحف أنه سلمه رسالة خاصة من الرئيس السابق علي عبد الله صالح، فحوها يعني أنه ما الكلام هذا غير دقيق وغير مشهور. أنا الأول ولا الثاني؟ أنا الأول والثاني. أنا شخص يعني مستقل، يعني ليس لي علاقة بالحزبين وليس لي علاقة بما يدور، وهذه ميزة فيه. لكن يا أخي الكريم، أنا كل أعضاء اللجنة بما فيهم الأستاذ الدكتور أحمد بن دغر من الشخصيات المحترمة وأدائها لا شك في ذلك، رائع، لا شك في ذلك، وشخص يعني يستحق أن يكون رئيس لجنة ويرأس هذه الشخصيات الموجودة في هذه اللجنة، وأدائها أداء كان مميز ولا يجب أن نشكك فيه، هو حريص. لا نشكك، نقول بس أقول خليك ما تقولها الصحف ما يقولها الآخرين. لا أشكك، إنما الأستاذ الشيخ سلطان البركاني كان أدائه رائع وممتاز، وأنا أشهد أنه ما في شخص غير. وتشوف أنه تلقينا بعض الكلام وبعض الكذا هناك، وحاولوا يعني بعض الجهات تحاول أن تشكك في هذا وذاك، لكن خلني أنصف الناس، فضل. لأنه إذا إحنا تشكيك يعني قد ربما أنه طيب، يعني سهل أن تشكك في الناس. ما نزل هؤلاء الناس إلا الشخصيات التي نزلت إلى اللجنة إلا حرصا على المصلحة العامة، وحتى لا تنزلق البلاد إلى يعني كثير من المشاكل. الشخصيات الموجودة أنا أقول لك، أنا ويجب أن ننصفهم، الأستاذ حسن زيد أمين عام حزب الحق كان أداء رائع وممتاز، وانحاز إلى مصلحة الوطن، وكان يصل في نقاش جادته لا حد يعني لا تصوره. وبالتالي هذه اللجنة من وجهة نظري، جميل أنا كشخص في هذه اللجنة، من الشخصيات الذي حرصوا كل الحرص وتخلوا عن 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 ما تفكروا به، عن المصلحة الكذا والمصلحة الحزبية او نقل كذا ونقل غير كذا، هذا كلام غير صحيح. طيب وغير مسؤول. ما النتيجة اللي خرجت بهذه الشخصيات الوطنية؟ بغض النظر عن النتيجة، احنا نزلنا اطلع الشعب اليمني، ما الذي دار حتى يطمئن الان؟ الناس بيخافوا الان، الجماعات المسلحة اقصد المسلحين الان في المعتصمين في على حول صنعاء، يعني هل متخوفين الان انه يعني ماذا بعد؟ احد الاعضاء قلتم ان الحوثي يبيت للحرب، يعني هناك تصريحات من قبل اعضاء لجنه الرئاسه، الرئيس يعني التقى بكم اليوم وقال هناك يوم الخميس لقاء بكافه القوى الوطنيه لتطلعوا او يطلع هؤلاء على التقرير النهائي وما هو القرار القادم تجاه هذه الجماعه التي رفضت ما نزلتم من اجله. طيب ماذا خرجتم يعني؟ يعني قولوا الشعب ماذا يريد هؤلاء؟ هل عندهم فكر؟ هل عندهم برنامج سياسي؟ يعني ما هو الذي عندهم؟ ممكن أجاوب؟ تفضل. نعم، الموجودين الناس ما عندهم فكر وعندهم قضية، تمام، ويعتقدوا أنهم بيدافعوا عن حقوق الناس، ونحن نعتقد أننا بندافع عن حقوق الناس، جميل، وأيضا أنت بتدافع عن حقوق الناس، وكلنا كل واحد بيمثل جزء وشريحة معينة من في هذا البلد، لا أحد يدعي أنه يمثل كل الناس بل جزء من الناس. هو قال خارج باسم الشعب، هو قال خارج في ثورة باسم الشعب اليمني. يا أخي صالح، طيب الله يفتح عليك، قد نسيتني ايش اجاوب عليك. يلا تفضل. انت قلت انه خرج ونزل والناس هذا الشخصيات كلها ورجعت وما حققت شيء. لا ما عرفنا ما الذي تحقق يعني. هذا انا كلمتك ان هذه اللي هم 3 مطالب، والثلاث المطالب هي 3 مطالب لنا جميعا، وكلنا نشترك في هذا 3 المطالب. تحقق يعني 2 مطالب، يعني نقطتين من الـ3 النقاط كلنا متفقين عليها. جميل. الموضوع الرئيسي هو المشتقات النفطيه. وزيادة يعني رفع الدعم عن المشتقات النفطية. تقول لي إن الهدف ليس هدف المشتقات النفطية وإن فيه هناك حسابات أخرى. هذا أنا لا أقدر أحكم على النوايا. أنا أتحدث عن الظاهر. بس الأحداث تقول هذا، الأحداث في والله في هذا الناس يقدروه، والأحزاب السياسية ورئاسة الجمهورية وكل المعنيين، لكن أنا كعضو لجنة، ومشكلة أنك عضو لجنة يعني مش تتكلم كعضو يعني لجنة، أنا قيود يعني. أنا يجب علي أننا يعني أحاول أن أكون يعني كل إسهامت في تجميع الناس وليس في تفريقها، في حل المشكلة. هل نستبشر خيرا؟ أنا متفائل إن الشخصيات الموجودة في أنصار الله شخصيات
هم يمنيين ولهم يعني موجودين في كل في كثير من الأماكن. طب سألتهم لماذا يرفع؟ وأي مشاكل في هذا البلد سيعود المشاكل على الناس جميعا ما فيهم أنصار الله. طيب هل أعطوكم نقاط غير الثلاث النقاط اللي رفعوها، نقاط أخرى؟ هل سلمكم رسالة ولا كما صرح الناطق أنه أن يعني كلف سيدهم البخيتي بنقل 6 مطالب للرئيس هادي، لأنكم أنتم ما قبلتمش يعني وأنتم مقيدين وعندهم صلاحية. سيدي وسيدك الله، الناس بعثوا برسالة لفخامة الأخ الرئيس، معكم بعثوها بطريقة أخرى. يمين. عندما تصل الأخ الرئيس، الأخ الرئيس لا يريد أن يعني أن يتجاوز اللجنة، أحالهم إلى اللجنة، قال لهم أنا لن أسلمها بل باستطاعتكم أن توصلوا. قيل أنه رفض أوصل مع البخيت. أوصلوا الرسالة إلى وسلمها رئيس اللجنة الدكتور أحمد بن دغر، وتم تسليم الرسالة ووقعنا وسلم الرسالة. عند الآن عندما نشوف بعض المواقع يعني الإلكترونية نزلت رسالة، أريد أن ننوه إلى هذا الموضوع، نزلت الرسالة الموجهة للأخ الرئيس فيها بعض التغيير، وهذه مشكلة. يعني أريد أن ننبه الإخوان أنهم سلموا رسالة للأخ رئيس اللجنة وقرأناها، وعندما قرأنا الرسالة الذي نزلوها في صفحتهم وفي صفحة الأخ علي البخيتي وجدنا بعض التغيير. يعني في فرق ما بين الرسالة التي سلمت لنا كلجنة والذي نشروها فيها خلاف في بعض يعني احنا اعتمدنا الرسالة المسلمة للأخ أحمد بن دغر. ماذا في هذه الرسالة؟ الرسالة هذه تتحدث أنه نفس الموضوع، نفس تشكيل حكومة وحدة وطنية، الشركة في القرار السياسي، يوم طرحوا الشركة في القرار السياسي، واحنا نعتبر انه الشركة في القرار السياسي اذا الناس موجودين في حكومة وحدة وطنية وهذه الحكومة تتحمل مسؤوليتها ولديها صلاحية الحكومة مثل ما هو في الدستور، فهم شركاء في 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 القرار السياسي. القرار السياسي الذي نرى انه يجب ان يتم التشارك فيه داخل الحكومة حسب الدستور. جميل. لكن الصلاحية المخولة للرئيس الجمهورية هذا من صلاحيته. لا يمكن كأحزاب سياسية وكقوى في هذا يعني في هذا البلد أننا نصادر صلاحية رئيس الجمهورية، الرئيس المنتخب، الرئيس التوافي والمنتخب من كل الناس. في صلاحيات في الدستور للرئيس الجمهورية من حق أن يمارس صلاحياته بحيث أننا لا نعطل الحياة السياسية في البلد. وفي صلاحية للحكومة، الحكومة هذه الموجودة الحالية لا يعني لا تستخدم صلاحياتها للأسف الشديد. أنا أتوقع أن الحكومة القادمة لو كانت هناك حكومة وحدة وطنية، حكومة كفاءات، ستمارس دورها وستستخدم صلاحيتها. طيب. وهي صلاحة كبيرة جدا ومن حقها إدارة البلد ومشاركة في اتخاذ القرار السياسي من خلال الحكومة. طيب يعني هل تكلمتم في اللجنة مع الحوثي عن يعني عن عمران، عن رفع الحصار، عن صنعاء، تكلمت عن قضايا أخرى؟ تكلمنا عن كثير من القضايا، عن استعادة تسليم السلاح، عن كثير من القضايا، لكن كانت القضية الملحة القضية الحشود الموجودة الآن في يعني على مداخل صنعاء. نحن ندرك يا أخي الكريم وكثير من الناس إن هذا يعني وجود مثل هؤلاء الناس يشكل يعني مثلا قلق أمني لكثير من الناس في سواء سكان العاصمة أو كثير من الهيئات. صحيح. والسفارات وكثير من الشركات وبي يعني عوائدها سلبية على على الوطن بشكل عام، وقد ربما يحدث لا سمح الله في بعض المشاكل وبعض الكذا وينفجر الوضع. ساعتها لا أحد يستطيع أن يتحكم لا سواء من جانب الحوثيين أو من جانب الدولة. وأنا أقول لك يا أخي الذي لمسناه على الأقل ظاهريا أنهم لا يريدوا تفجير يعني مواقف داخل العاصمة صنعاء، وهم أنهم حريصين على كل الحرص على أن الأمور تمر بسلام، وأنه عبارة عن وسائل ضغط في بعض هذا الأماكن. إحنا من جانبنا قلنا لهم أن قد ربما يعني لا أحد يستطيع أن يسيطر على كل شيء. الذي نتمناه أنه الأخوان أنصار الله أنهم يقوموا يعني حتى مبادرة شخصية وتسحب هذه المجاميع وهم أخواننا في من المداخل العاصمة، لأنه أصلا يظهرهم يعني كجهات غير سياسية وقد ربما يعني يصنفون بتصنيفات أخرى. وأيضا من حيث تتاح المجال للقوى السياسية الموجودة أن نتحاور ونحن هادئين ونتناقش حول القضايا المطروحة، وإحنا يعني متفقين في كثير من القضايا. سنتكلم عن المخيمات وتأجيل اجتماع مجلس الأمهر له علاقة بحدث في، لكن دعني أخذ عبر الهاتف الدكتور علي الزكري كاتب محلل سياسي من الإمارات. دكتور علي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور علي، يعني لعلك تابعت ما يحدث من تطورات أخيرة في اليمن
واللجنة الرئاسية التي عادت من صعدة، أنت كيف تقرأ الآن بعد رجوع اللجنة وهذا اللبس الذي حدث الآن، وما بين موافقة وعدم موافقة، ما بين شروط وهنا هنا وهناك، كيف تقرأ المشهد بعد 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 ما حصل اليوم؟ بداية أنا لست دكتورا، حياك الله. أما بالنسبة إن شاء الله تكون دكتور إن شاء الله، تفضل. بالنسبة للمشهد فالحقيقة أنه كنا تفاءلنا خيرا عندما ترى الحديث عن التوصل إلى اتفاق على 3 نقاط، ثم بعد ذلك صدمنا بمغادرة اللجنة الصاعدة وبما قيل أنه تعنت من قبل الحوثيين في مطالبهم وعدم الاستجابة لكل ما قدم لهم، وخصوصا تصريح الأستاذ حسن زيد، يعني ونحن نعرف من هو حسن زيد. يعني هذا الأمر بعد كل ذلك التفاؤل بانفراج الأزمة عدنا وكأننا نعود إلى المربع الأول، وهذا أمر بالفعل يقلقنا نحن يعني في الخارج وفي الداخل أيضا، وهو يقلق الجيران ويقلق المجتمع الدولي، لأن انفجار الأوضاع في اليمن ستكون كارثة بكل ما تعنيه الكلمة. طيب، الرئيس ذكر اليوم بأن هناك أجندات خفية يسعى الحوثيون لتحقيقها، برأيك يعني ما هذه الأجندات التي ذكرها الرئيس اليوم؟ أنا أعتقد أنه لم يعد لدى الحوثيين أجندات خفية، أجنداتهم أصبحت واضحة، وهم أصبحوا من القوة بمكان بحيث يتحدثوا بكل صراحة عن ما يريدون، وأن يعني يستخدموا مختلف الوسائل لتحقيق ما يريدونه. الحديث عن أجندات خفية أنا أعتقد أنه أصبح من الماضي، الآن الأجندات واضحة، هم يريدون يعني الانقلاب على كل ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار الوطني، ويريدون أن يدركوا المشهد لأنهم يعتقدون الآن أنه الفرصة موادية لهم ربما لخلق واقع جديد على الأرض. وأنا أعتقد أنه ليس هناك من قوى سياسية تسعى إلى تحقيق إنجازات سياسية عن طريق محاصرة العاصمة. طيب أستاذ علي، يعني كل أعضاء اللجنة تقريبا أجمعوا على أن الحوثي متعنت في شروطي وطلباتي، يعني طيب الآن يوم الخميس في هناك اجتماع وطني كبير مع الرئيس هادي ليقدم للشعب التقرير النهائي لهذه اللجنة وما عملته وما هي النتائج. طيب في ظل تعنت الحوثي الآن، وإن كان أستاذ ضيفي هنا يقول يعني ليس هناك في تعنت، لكن في يمكن يعني الصورة غير واضحة بالنسبة لي أنا. لا، هو الرسالة التي وجهها عبد الملك الحوثي اليوم إلى رئيس الجمهورية والتي نشرت في مختلف مواقع الإخبارية في اليمن، واضح أنه الجماعة غير جادين في البحث عن حلول، هم لديهم مشروع محدد، لديهم خطة واضحة، وإما أن تلتزموا بها وإما أن نستمر فيما نحن عليه. طيب، في هذه الحالة الباب للحوار يكاد يكون مغلقا. طيب، يعني سؤال أخير، أمس خرجت مسيرة مليونية تاريخية حاشدة شافها كل الناس في العالم عبر القنوات الفضائية، لم يشهدها اليمن من قبل ولا أبالغ إن قلت ذلك. يعني طيب، بعد هذه المسيرة المليونية كان يتوقع الناس أن يصدر الرئيس هادي قرارات قوية وشجاعة تحسم الموقف، تحسم الموقف وتحفظ الشعب اليمني، هل نتوقع ذلك الآن يعني في لقاء يوم الخميس أو مستقبلا؟ يعني هو شوف الحديث، شوف عندما نتحدث عن قرارات يعني في مثل هذه الأجواء يعني قد تكون لها عواقب كارثية. نحن الآن لسنا بحاجة إلى قرارات يعني جذرية، أو نحن الآن بحاجة إلى تغليب منطق العقل والوصول إلى حلول تنزع فتيل الأزمة، لأنه انفجار الأوضاع لن يكون في مصلحة أحد في اليمن. لكن يعني أنا ماذا لدي أمل بأنه في الأخير سنصل إلى حل، يعني وحل يكون حافظا لدماء اليمنيين ولليمن عموما. يعني شكرا للكاتب والمحلل السياسي المعروف أستاذ علي الزكري من الإمارة، شكرا جزيلا لك. أستاذ عبد العزيز، يعني ما أدري لك تعليق على ما سمعت لك؟ أنا أتفق مع الأستاذ علي لأنه إحنا في وضعنا لا يحتمل أي مشاكل أو أي هزات أو إراقة دماء، إحنا بحاجة إلى وضعنا وضع مقلق، وإحنا بحاجة إلى التوافق، وبحاجة إلى أن نصل إلى حلول مع كل القوى السياسية. وأنا أقول شوف يا أخي، إحنا يعني يجب أن ندرك من خرج أمس، خرجت مظاهرة كبيرة جدا في صنعاء، لكن لا يمثل كل اليمنيين،
يمثل جزء من اليمن. خرجت مظاهرة في دمار ومظاهرة في تعز لا يمثلوا كل اليمنيين. خرجوا الناس في صلاة الجمعة مع الأخوة أنصار الله وخرجوا في تظاهرة لا يمثلوا كل اليمنيين. يجب أن ندرك أننا كقوى سياسية نمثل جزء من اليمنيين، وبالتالي ما دام أنا أمثل هذا الجزء فأيضا فيها السواد الأعظم من الشعب اليمني له رأي آخر، لابد أن أجلس معه وأتحاور أن نصلح له. أي جهة تطرح أنها تمثل كل اليمنيين هذه الجهة تجاوزت الحقيقة وتجاوزت الواقع بشكل كبير، وقلت ربما تخدع نفسها، تخدع نفسها هي ما تخدعش الناس لأن الواقع آخر. أنا أقول للأخوة في الإصلاح، نعم أنتم تمثلوا جزء من الشعب اليمني ولا تمثلوا كل الشعب اليمني، كذلك المؤتمر يمثلوا جزء كبير من الشعب اليمني، الأخوة في أنصار الله يمثلوا جزء يسير من الشعب اليمني ولا يمثلوا كل الشعب اليمني. إحنا إذا يعني إحنا صادقين أننا يهمنا مصلحة البلد، كلنا يهمنا مصلحة البلد وكلنا يهمنا يعني أن يتحسن وضع الناس، لكن أنا عندما أريد أن مثلا أنا أحاول أخفف عبء على المواطن 200 أو 300 ريال أو 500 ريال في كل 20 لتر أو خمسة يعني على هذا المواطن من أجل أنه سواء ديزل أو بنزين، يعني كلنا نسعى إلى تخفيف الأعباء على المواطنين، لكن أن أسلك سلوك يؤدي إلى تدمير البلاد وإلى زهق أرواح الناس أنا في هذا الحالة ما بنخدمش المواطن. هذا الذي أنا أريده، أنا دمرت البلد نعم. وأنا قتلت المواطن، هذا هو الخلاف، وقتلت المواطن نعم. أنا عندما أدافع عن الناس عن حقوق الناس أدافع عن حقوقهم، لكن عندما أدافع عن حقوقهم من أجل أن أقتلهم أنا ما بريد أدافعش عن حقوقهم. إحنا في صنعاء وغير صنعاء، يعني إذا كنا صحيح بندافع عن حقوق الناس لابد ما نشترك مع الآخر، ولابد ما نسلك سلوك سلمي وسلوك صحيح من أجل أن ندافع عن حقوق الناس. الآن أنا أكثر من أكثر الناس تعصبا ضد الحكومة، وأكثر الناس يعني ضد أي جرعة صحيح، ودافعنا بكل ما أوتينا من قوة يعني عن عن عن, عن الناس، ونحن نعرف ما هي يعني الأعباء التي يعني تضاف على المواطن، لكن يجب أن أسلك سلوك صحيح، سلوك سلمي، وسلوك سلمي أن أؤدي واجبي أنا كعضو مجلس النواب، سأدافع في داخل مجلس النواب عبر الطرق الرسمية الدستورية والقانونية، ومن حقي أسأل الحكومة، ومن حقي أطالب بسحب الثقة من الحكومة، وحتى لو لم أصل إلى النتيجة الذي أبتغيها لكن أنا سلكت السلوك الصحيح من صالحي ومن صالح الوطن صحيح، ومن صالح المواطن صحيح. لا يمكن أن أدافع عن حقوق يعني بشكل سلمي بأدوات غير سليمة أو بأدوات عنف، لأننا في هذا الحالة سلكت سلوك آخر. أنا أتمنى من الجميع ومن كل الناس ومن كل الكذا أننا يعني ندرك أنه في البلد هذا لا يمكن لأي جهة أن تنتصر، لأنها صحيح. ستنتصر على دماء الناس نعم. حتى لو انتصرت أي جهة، والتاريخ يقول لنا هذا الكلام، حتى لو انتصرت أي جهة، التاريخ مش مبلغ في بلادنا وكثير من الأقدار العالم نعم. لو انتصرت أي جهة لا يمكن يستمر هذا الانتصار. أنت تلاحظ أخي صالح في مثلا في العراق نعم. في العراق ما حصل في العراق صحيح. فيه ما قبل حرب الخليج كان هناك حزب البعث موجود في العراق، وكان أقصى كثير من الناس نعم. بكل صراحة أقصى كثير من الناس. هذا الإقصاء ولد عند الناس ردود أفعال حتى أنهم عرضوا النظام حتى أسقطوه بأي وسيلة، بالاستخدام الأجنبي بأي وسيلة. المهم أن فيه كان جزء من الشعب مظلوم مهضوم، وصل إلى أنه يصطف مع الخارج من أجل من الحقوق. بعد خروج يعني بعد ما أسقط النظام البعث أتى نظام آخر نعم. النظام الآخر أيضا نظام ظالم، وصل النظام الظالم إلى الحكم وبدأ يقصي الطرف الآخر صحيح. وهو مثلا على سبيل المثال الأخوة السنة مثلا إذا صنفناها مذهبيا لم يستقر هذا النظام، بدأ الناس يفكروا تفكير آخر، بدأ الناس تدخلوا، بدأ المواطن السني العلماني الليبرالي اليساري القومي يتجه إلى التكفيري من أجل أنه يدافع عن حقوقه، بدأوا الناس يتطرفوا من أجل أنهم ينالوا حقوقهم، وبدأت المشاكل. في نهاية المطاف لن تستقر صحيح. لن تستقر أي بلد في الدنيا إلا إذا كان في احترام لحقوق الآخر نعم. إحنا في هذا البلد الذي نتنوع وتنوع مثل كل بلاد الدنيا، الناس متنوعين وإحنا أفضل من أي بلد أخرى صحيح. يعني أخرى نعم. هذا التنوع يجب أن نديره بشكل محترم وبشكل عقلاني، ونوظف هذا التنوع لمصلحة الناس، لأنه إذا يعني أدرنا هذا التنوع
بنوع من الأنانية ومن تصفية الآخر سنجني الدمار للبلد ولأنفسنا. طيب استاذ باقي معي تقريبا اقل من 5 دقائق، طيب لمصلحه من انا التاخير، يعني اليوم تم تاخير، كان الاصل الناس منتظرين اللي يمكن لقائكم ولقاء الرئيس بكم وبالبعض اعضاء مجلس الوزراء والنواب انه يصارح الشعب، وهناك يعني مجلس الامن يرجع جلسته الخاصه باليمن الى 25 الى من 25 الى 29. مراقبون قالوا بان ذلك تم بطلب من عبد الملك الحوثي من ابن عمر مساء امس، تضمن منحهم مهله 5 ايام لترتيب عمليه إلى مخيمات المعتصمين من الحوثيين من مداخل صنعاء. ويقال بان المشروع بانه يعني هناك مشروع قادم سيصنف جماعه الحوثي بين منظمه ارهابيه وبعض قياداتها سيكون في ضمن لائحه ارهاب اذا لم يتم الانسحاب من العاصمه صنعاء، لان عاصمه صنعاء تمثل اليمن وما رسلت الدول العش الاخيره واتهام الحوثي ومطالب بالخروج من صنعاء ومن عمران الا دل على ذلك. يعني ماذا تقرا من هذا التأييد؟ شوف يا اخي الكريم، انا من الاشخاص الذي قد ربما لدي ملاحظات حول الحركه الحوثيه وبعض التصرفات، لكنني لا احبذ اي تصرفات ولا اي تصنيفات، لانه في نهايه المطاف احنا يمنيين، لابد كل منا يعترف بالاخر. انا بحاجه الى وجود الناس هذولا في هذا البلد، الكل بحاجه للاخر. الخلاف يا استاذ عبد العزيز كما تعرف هو الاسلوب حمل السلاح، والا نحن ضد الجرعه، نحن ضد معسكر الحكومه، لا خلاف، لكن الخلاف هو حمل السلاح. مجلس الامن والدول العشر ودول الاقليم وايران والسعوديه ستذهب هذه الدول، ما يهمنا احنا كيمنيين. صحيح، انا اخوك وانت اخي والانصار الله اخوتنا والاصلاح اخوتنا، وكلنا في هذا البلد لابد ان نعيش بسلام بعيدا عن الخارج. انا لازلت امل امل كبير جدا في العقلاء من كل الجهات، من كل الجهات. ما زال في عقلاء في جماعة الحوثي؟ لابد ان نؤمن انه العقلاء لابد ان يعني يتغلبوا على بعض المتهورين، لابد، لانه في نهاية المطاف النتائج كارثية على الناس كلهم. اذا اردنا، وانا شخصيا تحدثت معهم ومع الاخ عبد الملك الحوثي بهذا الشكل، وطرحنا انه فيه بعض القضايا نحن بحاجة لهذا المكون أو المكون الآخر من أجل أنه يعني نتفق على تنفيذ حزمة من الإصلاحات لصالح الناس لصالح البلد. لا نريد، أنا شخصيا وأقولها بكل يعني بكل صراحة وعلى الهواء، نحن بحاجة إلى الحركة يعني أو أنصار الله مثل ما يصنفوا يطلق على يعني على أنفسهم أسماء أنصار الله، بحاجة إليهم أن يتجهوا في الاتجاه الصحيح في الاتجاه السليم من أجل أن نبني بلدنا. نحن بحاجة إلى التنوع، نحن بحاجة إلى حزب الإصلاح، الحزب يعني ذو الذي يعني لديها القدرة والاستعداد لقبول الآخر، الحزب الذي ارتضى بالديمقراطية وتداول سلمي للسلطة. يعني إذا ما تعاملت مع هذا الحزب، يعني أنا مجبر أتعامل مع الناس الذي يرفضك ويرفض الطرف الآخر ويرفض الانتخابات، والذي يعتبر أنه هذه الممارسات مستوردة وقد ربما يصل حتى التكفير. يجب أن نقبل بعضنا البعض، يجب أن نقبل، لا مناص. وأنا أسجل هنا يعني يعني في هذا المكان الأخ محمد قحطان خير رائع، عندما ذهبنا إلى رجل منفتح ومحترم ويعني وتكلم كلام جميل وكان موقفه ممتاز. نحن نتمنى أن يسود الروح، يعني أنا أتصور هكذا لو تم الاتفاق والالتقاء بين الأخوة الإصلاح والأخوة أنصار الله والمؤتمرين وبقية القوى السياسية، واتفقنا جميعا على مصلحة اصطفاف شعبي لا يستثني أحد، لا يستثني أحد. لا نريد اصطفاف شعبي ضد مكون سياسي أو ضد جماعة معينة، نريد اصطفاف شعبي ضد الفساد، ضد الفقر، ضد الجهل. نريد اصطفاف شعبي من اجل بناء بلادنا، كل يعني كل الناس. انا احنا بحاجه يا اخي صالح، لا تلاحظ انت بس الان كمل هذا العلاج. عفوا، الان خلاف الحوثي مش مع الاصلاح، خلاف الحوثي مع الشعب كله، يعني معنا الان انه ما حدث امس بالخروج من المسيره المليونيه والاعتصامات، الان ما عادش بيطالب هو الاصلاح، هو بيطالب الان باسقاط دوله ونظام وجمهوريه وكله، يعني القضيه اصبحت واضحه الان. انا الا ترى انه يضع نفسه الان في مكان ضيق ضد الشعب الان؟ أنا لا أريد أصنف الآخرين بهذا التصنيف، والله يعني هو أحمل الناس على سلامة. طيب، أنا أقول لك من البداية أنا عضو لجنة، ولا يكون أتكلم بكلام أو بإشارة يعني قد ربما تعكر صف عملنا في داخل اللجنة. يعني نحن دعاة سلام ودعاة محبة، ونريد أن يتفقوا الناس وأن تخرج بلدنا من هذا الوضع. إحنا في مرحلة حرجة، إحنا لدينا مخرجة حوار، مخرجة الحوار هذه لابد أن تنفذ. كيف تنفذ؟ لابد ما تنفذ يعني بوجود كل القوى السياسية، بإشراك كل القوى السياسية،
برضا كل القوات السياسيه. احنا بحاجه لكل المكونات، الاصلاح والحوثيين، وانا اقول لك هو فاهم وحتى هكذا، هو القوات فاهم هكذا. العفن الحوثي لما كلمت سيدهم فاهم الخبر هذا، عنده حب لله، لكن ما حدث في ساعة من طرد الناس وتهجيرهم. طيب استطيع اقول انه فاهم واتمنى ان يفهموا. يعني ما حصل في صعدة، انا يلا اقول بعد لك ان انا يعني بعض في بعض الناس تلقاه مثلا لديه هواية في الفيسبوك والكذا، يبدا يعلق وكذا، قد ربما انه اساءوا استخداما لبعض العبارات وبعض المنشورات. احنا كلجنة تحملناها وقبلناها ومستعدين ان احنا نسكت عن كثير من هذه طيب يعني الزلات للمصلحة العامة. الخلاصة استاذ عبد العزيز، يعني ماذا تتوقع الان؟ ما هي قراءتك لما سيحدث يوم الخميس القادم عندما تلتقي بالرئيس ويعني بقية مكونات الشعب اليمني، ماذا تتوقع ان يخرج هذا أنا الاجتماع؟ أتوقع من الأخوة في أنصار الله أن يكونوا إيجابيين، وأنا من هنا أناشدهم أننا نلتقي ونحاول أن يعني نضع حلول، لأننا قريبين جدا، ما فيش ما يعكر صفو هذا البلد. يعني النقطة الذي الخلاف حول رفع المشتقات النفطية، نلتقي ونكلف الخبراء، وإذا رأوا الخبراء أن في هناك إمكانية يعني لدعم هذه المشتقات فهي مصلحتي ومصلحتك ومصلحة الناس جميع، وإذا وجدنا أن المصلحة العامة تقتضي أننا كلنا نتحمل نتيجة هذا يعني مثلا الرفع، فيجب علينا أن يعني هذه بلدنا نعم وهذا هو اقتصادنا. نعم لو انهار الاقتصاد انهارت البلاد، دخلت يعني الوضع الأمني والوضع السياسي والوضع الاقتصادي يعني مرتبط ارتباط وثيق. وبالتالي أنا أتوقع وأنا متفائل، أنا شخصيا متفائل ويجب أن أتفائل إننا سنلتقي سواء غدا أو بعد غد ونصل إلى حلول ونوقع كقوى سياسية على مشروع وطني وعلى حزمة من الإصلاحات في المستقبل وعلى تشكيل حكومة قبل التقيت في كفاءة المؤتمر الوطني. يلا كفاءات إن شاء إن الله شاء الله إن شاء إن الله شاء الله. أنا متفائل خيرا ويجب أن أنا أكون متفائل إن شاء الله كنتم متفائلين. شكرا لضيفي العزيز الأستاذ عبد العزيز جباري، عضو اللجنة الرئاسية الوطنية المكلفة بالتفاوض مع الحوثي، ومن كان معي عبر الهاتف الأستاذ علي الزكري، كاتب محلل سياسي. طبعا يعني نتمنى أن تصل الرسالة واضحة لكل أبناء الشعب اليمني، هذا بلدنا جميعا، ونتمنى هذه المليارات التي تصرف من قبل ميليشيات الحوثي للمشايخ وللناس في الساحة حتى كان المفروض يسلموها للدولة حتى يخففوا من الجرعة، يعني بدل ما مليارات من هنا وهناك خضراء وصفراء وكذا، يعني هكذا يطرح الكثير. بدل يعني الآن في صعدة قالوا دبة البترول ب 5500 ريال، يعني يصلح الوضع في صعدة وبعدين يصلح على مستوى اليمن، يعني شيء غريب. يعني نتمنى شيء فقط، صلح الوضع في الأماكن اللي تسيطر عليها في صعدة وفي عمران، والمليارات اللي يستلمها من هنا وهناك ومعارفين من يستلمها يبكر الرئيس هذا والحكومة يعالجوا الوضع الاقتصادي. ألقاكم بعد الفاصل حول الشعب في مواجهة جماعة العنف المسلحة، ابقوا معنا. مشاهدي الكرام، اهلا بكم من جديد في المحور الثاني، ماذا بعد الاصطفاف الشعبي؟ على ما يدل هذا الاصطفاف الشعبي والوطني والرسمي الكبير ضد العنف والطائفيه، ماذا بعد المسيرات المليونيه في معظم محافظات الجمهوريه داعما للجمهوريه والوحده والديمقراطيه وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني؟ ماذا بعد؟ هل لا يزال هناك عقلاء في جماعه ميليشيات الحوثي ينصحونها للتراجع عن غطرستها وكبريائها ضد الشعب؟ على ما يدل انسحاب الكثير من مخيمات الحوثيين بالأمس وانضمامهم إلى مسيرة الشعب المليونية بعد أن شاهدوا عبر القنوات الفضائية وعليها مباشرة تلك المسيرة المليونية بالأمس في العاصمة صنعاء، ألا يكفي الكذب والدجل وركوب موجة العنف التي قد يكتوون بها؟ أناقش هذا الموضوع مع ضيفي في الاستوديو الأستاذ جميل الأصبحي، ناشط سياسي. مرحبا أستاذ جميل. أيضا سيكون معي على الهاتف بعد قليل اللواء المناضل أحمد قرحش، أحد قيادات ثورة 26 سبتمبر المجيدة، وأتمنى أن لا يكون قد نام لأنه ما شاء الله الكبار في السن بيناموا بحين. يعني أستاذ جمال، يعني جميل، قبل أن نطع السؤال الأول دعنا نشاهد التقرير التالي حول ماذا بعد الاصطفاف الشعبي. نشاهد التقرير التالي ثم نبدأ الحوار مع ضيفي العزيز.
حملت مسيرته الاصطفاف الوطني التي كان أعظمها ما شهدته العاصمة صنعاء يوم أمس الكثير من الدلالات والرسائل والأبعاد والمضامين، وكان من أبرز هذه الدلالات الوجه الحضاري والنهج السلمي للشعب اليمني الذي يتوق لوطن خال من البارود والسلاح وجماعة العنف وحشود الخراب وتجار الحروب. ثانيا، أكد الشعب اليمني كافة في مسيرته الاصطفافية المهيبة يقظته العالية ووعيه التام بكل ما يدور على الساحة اليمنية وخلف الكواريس من مؤامرات ومخططات تهدد السلم الاجتماعي وتسعى لإعادة اليمن إلى كهوف الزمن الغابر. كما أكد الاصطفاف وحدة النسيج الاجتماعي وتماسك خيوطه ولحمته الوطنية، وأكثر ما يكون ذلك عند اشتداد الخطب واحتدام النوازل. ومن بين الدلالات تأكيد اليمنيين على انحيازهم التام وولائهم الخالص للوطن ومصلحته العليا الغالبة على كل التحيزات والانتماءات والحساسيات السياسية والحزبية أو أي تصنيفات من أي نوع. كما أكدت مسيرة الاصطفاف التفاف الشعب اليمني حول قيادته السياسية القادمة من رحم التوافق الوطني حتى تعبر اليمن نفق المرحلة الانتقالية بأمان إلى جسر المستقبل. ودلت مسيرته الاصطفاف الوطني على مقدار التحولات في الوعي الديمقراطي والثوري لدى كل اليمنيين الذين باتوا اليوم يحتكمون لصوت العقل والحكمة وينبذون طلقات الرصاص والطيش أكثر من أي وقت مضى. كان للزمن والمكان دلالتهم التاريخية، فخروج مسيرة الاصطفاف في شارع الشهيد أبي الأحرار محمد محمود الزبيري وفي جولة عصر ومحيط ساحة التغيير بصنعاء رمزيته الواضحة في التحرر من الكهنوت الإمامي المستبد وإلى الأبد. ودل المكان على استمرارية الثورة والنضال السلمي وأن ثوارهم وحدهم من يحرس أهداف الثورة ودماء الشهداء حتى تينع وطنا آمنا ومستقرا ومزدهرا. أما الزمان فقد أسقط اليمنيون أول محاولة انقلابية قامت بها فلول الإمامة ضد النظام الجمهوري في 24 من أغسطس 86 و900 ألف بعد أسبوع من محاصرة صنعاء العاصمة. وما زالت دلالات الحدث تترى مع كل لحظة مشرقة يثبت فيها اليمنيون أنهم الآن أنضجوا وعيا وأجملوا حكمة وأشد تماسكا وأقوى يدا، وأنهم يرون في مخرجات الحوار الوطني منفذ أمل لا يستطيع أحد سده عن جموع العابرين إلى وطن الغد واليمن الآتي. أنا صراحة يعني معجب وما زلت معجب ومندهش بتلك المسيرة المليونية الضخمة جدا، وأتمنى أن يشاهدها الشعب اليمني مرارا وبالذات أن يشاهدها عبد الملك الحوثي وجماعة الحوثي ليعيدوا الحساب يعني ألف مرة. الشعب إذا أراد شيء فأتمنى أن يحترم تحترم إرادة الشعب. أستاذ جميل، يعني بداية قبل أن ندخل ماذا بعد الصف الوطني، يعني قراءتك لما يحدث تسارعت الأحداث حتى وصلت إلى حصار صنعاء؟ في البداية تحية إجلال وكبار لثوار وشهداء ثورة 11 من فبراير 2011. هذه الثورة التي فتحت دروب الحرية وأسقوها الثوار من دمائهم، هذه الدموع الغفيرة التي اليوم تخرج في كل المحافظات وبالأمس شاهدناها، هي دليل عن دقة وصحة ثورة 11 من فبراير. صحيح. التي فتحت آفاق للحرية الحقيقية. ومن هذا المنطلق نقول إن الشعب اليمني، هذا الشعب العظيم، شعب طيب وصبور وفهيم، وبالتالي عنده استعداد للتحمل كافة تبعات هذا التغيير الذي خرج من أجله. وعلينا أن نركز على قضية مهمة، لماذا خرج هذا الشعب العظيم بهذه المسيرة المليونية؟ خرج لأن هناك خارطة طريق، لم يخرج من أجل نظام، لم يخرج من أجل فرد. صحيح. لم يخرج من أجل حزب. خرج لأن هناك خارطة طريق ممثلة بمخرجات الحوار الوطني. هذا المشروع الذي على كل اليمنيين أن يبدأوا اليوم في المطالبة بتنفيذ المخرجات على أرض الواقع. وبالتالي أنا لا أخشى على الجمهورية. الجمهورية قارب اليوم على عمرها على 54 عام وهي راسخة رسوخ الجبال. خوفي الحقيقي هو على عدم تنفيذ مخرجات الحوار على أرض الواقع.
والالتفاف عليها من بعض القوى التي وقفت ضد ثورة الحادي عشر من فبراير وضد ثورة التغيير ولم تخرج باسم الشعب. بالتأكيد الجميع يعلم أن في 2006 خرج الشعب وخرج المشترك وشركائه بمشروع التغيير، وكان للفقيد المرحوم فيصل بن شملان ذلك الرجل العظيم دور في قيادة التغيير. ومن 2006 حتى منتصف 2009 تم هناك مشروع رؤية إنقاذ وطني وضعها المشترك وشركائه. اليوم لو عدنا إلى مشروع الإنقاذ الوطني الذي تم الإعلان عنه في منتصف 2009 لوجدنا أن 80% هو موجود الآن في مخرجات الحوار الوطني. صحيح. أنا عتبي، وهذا عتب حقيقي للمشترك، أن هذه الرؤية ما زالت حية، وعلى المشترك اليوم وشركائه أن يقودوا العمل النضالي لإخراج مخرجات الحوار إلى حيز الواقع، وليكون برنامج المشترك وشركائه وكافة القوى الوطنية اليوم باصطفاف حقيقي لتنفيذ مخرجات الحوار وفضح كل من يعيق هذه المخرجات. مشكلتنا في اليمن يا سيدي أستاذ صالح أننا نمتهن المصطلحات. النظام السابق 30 عاما وهو يمتهن الجمهورية، وما يقرب 20 عاما وهو يمتهن الوحدة، الدفاع عن الجمهورية وعن الوحدة، لكن في الواقع يدمرهما صحيح. على أرض الواقع. فبالتالي اليوم نحن علينا أن نصطف اصطفاف حقيقي لتنفيذ هذه الوثيقة التي هي الحد الأدنى لمطالب الشعب وبشكل سلمي لأن خرجنا من 2006 إلى 2011 واستمرنا حتى اليوم بنضال سلمي. نحن ضد العنف من أي كان. العنف المسلح لتحقيق مآرب سياسية هذا مرفوض. نحن ضد الشحن الطائفي أيا كان ومن أي كان. وبالتالي السكوت، وأقول أنا السكوت أو التماهي مع ما يحدث، هو ما وصلنا إليه اليوم من حصار صنعاء. اليوم صنعاء تحاصر بسبب سكوت القوى الوطنية، على بسبب سكوت من كانوا يحملوا المشروع الوطني وما زالوا اليوم نقول ونطالب بهم بحمل هذا المشروع الوطني الحقيقي الممثل بمخرجات الحوار، حتى لا نعود إلى المربع الأول. نحن قطعنا شوط كبير ودفعنا فيه أغلى ما عندنا هم شبابنا. هل تقصد سكوتهم عن ما حدث في محافظة عمران؟ هو بالتأكيد السكوت كان سكوت مدون. وهناك مقولة تقول أن في قعر جهنم مكان لكل أصحاب المواقف الضبابية والرمادية. يجب أن نكون صرحاء، لأن الأوطان لن تبنى إلا بالشفافية وبالحرية. الحرية هي أساس بناء الأوطان، لكن لو ظلينا نهادن فما حصل في عمران هو ما حصل قبله في دماغ. ما حصل في دماغ هو ما حصل في صعدة. انظر كم سنوات ونحن ساكتون. هناك بعض التصريحات لكن لا ترقى إلى مستوى الموقف الحقيقي الصادق. ما حصل لابد من ما نشير إلى هنا، ما حصل في صعدة كان حربا ضد الدولة ومقومات ومؤسسات الجيش. 3 سنوات والحرب مستمرة في دماغ في مساحة لا تقل، يعني تقل عن 2 كيلو. 3 سنوات ولم يستطع أحد وقوة الحوثي أن تسيطر على دماغ. لكن عندما أتى المخطط، هذا المخطط وهذا المستنقع الذي كان يراد لبعض القوى أن تدخل فيه، تم رفع وتهجير أبناء دماغ. لماذا؟ هنا سؤال، لماذا تم الرفع؟ ليست من أجل إيقاف الحرب، ولكن المخطط كان يراد بأن الإصلاح يصطدم مع الحوثيين في مشارف حاشد والعصيمات. لكن من هنا أرسل تحية إجلال وإكبار لهذه القيادة الحكيمة في تجمع اليمن للإصلاح، هذه القيادة التي رفضت أن تدخل في هذا المستنقع من الحرب وقالتها بالفم المليان هناك جيش وهناك دولة. لسنا نحن المسؤولين أن نقف في وجه هذا
الطغيان. لذلك عندما وصل هذا الطغيان إلى مشارف صنعاء قامت الدنيا ولم تقعد، ابتداء من وزارة الدفاع، ابتداء من رئاسة الجمهورية، ابتداء من الدول العشر. بالله عليك، وأنا أطرح هنا سؤال، نحن سنتين ونصف من تشكيل حكومة الوفاق وما يقارب السنتين ونصف من انتخاب الرئيس عبد الرب منصور هادي، نسمع التصريحات بالفم المليان من الدول العشر بأننا مع اليمن، مع الوحدة، مع المخرجات، مع نحن التغيير، مع ندعم الرئيس هادي، نحن ندعم الحكومة. لكن سنتين ونصف والشعب يطوبر أمام محطات البنزين يبحث عن دبة بترول، سنتين ونصف ونحن نبحث عن الكهرباء، نسمع قعقعة ولا نرى طحينا من كل هؤلاء الذين يريدون دعم هذه الحكومة وهذا الرئيس. لكن عندما اتخذت القرار، وكان قرار صعب بإعاز أيضا من هذه الدول العشر، كان عليها، لا نريد مساعدات ولا نريد منح، نريد قروض ميسرة ونحن سندفعها من قوت أولادنا. نحن شعب كريم وأرضنا بكر ولم تخرج، نحن هنا نحن النظام السابق 33 عام ورهن مقدراتنا للخارج، بينما شعبنا وأرضنا ذهب. اليوم نستقدي الآخرين ونحن لا نريد الإنتهاء. اليوم بعد 50 سنة من قيام الثورة وأبناءنا يدوروا على فيز ليعملوا في الخارج، أي امتهان هذا؟ علينا أن نخجل كنخب سياسية 50 عام وما زلنا في وضع ردي. طيب نكمل أستاذ جميل، كلام جميل وتحليل لما يحدث اليوم، لكن دعني أخذ عبر الهاتف اللواء المناضل أحمد قرحش أحد قيادات ثورات 29 سبتمبر البيضاء. لواء أحمد السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. جيد، أنك ما زلت صاحي، أنا كنت ظنك نايم ولا شيء بعدين. والله إن كان قد أنا نص نايم، لكن ما بالله سمعت الأخي الجبري وقلت هيا قد لنا من صوتك كثير نسمعه. هياك بالله، وإن شاء الله يكون لي اللقاء معك في الاستوديو بإذن الله. أهلا وسهلا يا أستاذ أحمد. يعني أنتم يعني مناضلو الثورة، ثورة سبتمبر، أنتم أحرار، أنتم من لكم يعني دور كبير بعد الله سبحانه وتعالى في نجاح ثورة سبتمبر وما تلاها، حتى أنكم شاركتم أيضا في ثورة 10 فبراير. الآن الثورة الجمهورية كما يقال الآن تحاصر العاصمة صنعاء من جميع جوانبها، أين أنتم مما يحدث اليوم؟ في الحقيقة لسنا بعيدين عما يدور في هذا البلد، وليس فقط اليوم ولكن منذ زمن، وما يدور في البلاد يهمنا أيضا بشكل كبير مثل ما كان همنا فيما قبل حتى ثورة 26. والهموم هي الهموم، والمهمة هي المهمة، والواجب هو الواجب، وما زلنا فعلا نسعى إلى أن نقدم شيئا نحو هذا البلد ما دمنا قادرين على أن نعطي. احنا بالنسبة لنا يعني منذ تقريبا 4 أو 5 شهور ونحن نبحث عن حلول، لما رأينا أن هناك تغير كبير جدا طرأ على البلد في شماله، في شمالها وجنوبها. في الجنوب ظهرت القاعدة، وفي الشمال ظهروا الحوثيون. وفي هذه الحالة كنا نرى أن الأطماع السياسية التي تسعى إلى هذه القوى من أن فيها خطوات خارجة عن المألوف وخارجة عن الواقع وخارجة عن ما تم الاتفاق عليه وطنيا. وإن كنا فعلا مختلفين على كثير من الخطوات التي تمت حتى نهاية مؤتمر الحوار الوطني، لكننا في الأخير باركنا هذه الخطوة كمخرج، لأن لنا
طريق أو خارطة أخرى تتمثل في ما بعد الحوار، وهو أيضا الانتخابات والدستور الذي سيتم الاستفتاء عليه. في هذا الظرف، وأعتقد أنكم تعرفون أن نحن أعلننا اصطفاف شعبي عن الاصطفاف الشعبي، وأنت أحد المؤسسين. نعم وأمن طبعا، ونحن من المؤسسين. جميل. وكان هذا الاصطفاف من بدايته وحتى اليوم يسعى، وأعتقد أنه حقق شيئا كبيرا، ولن أقول أنه ما حصل بالأمس صحيح. أنه فقط من فضلنا أو من الدور الذي قمنا به، ولكن أعتقد أن الدور الذي قدمنا كان له إسهاما في ذلك النجاح. جميل. معا لأجل اليمن. نعم. كان هذا هو هدفنا الأول. أما بالنسبة لأهمية الموضوع، فقد انطلقت مبادرتنا للاصطفاف الشعبي لحماية المكتسبات الوطنية من واقع الظروف الاستثنائية الحرجة التي نعيشها اليوم. طيب أستاذ، يعني الوقت سريع، لكن قل لي، أنا أريد سؤال مهم جدا عملي الآن. يعني بعد التطورات الأخيرة وعودة اللجنة الرئاسية من صعدة، وأنها فشلت المفاوضات، والرئيس سيلتقي يوم الخميس، وقد تكونوا أنتم مدعوون، ما أدري، يعني ماذا تقرأ؟ ما هو المطلوب الآن من الدولة؟ ما هي الخطوة القادمة الآن حتى نحفظ البلد من الوقوع في 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 الحرب لا قدر الله؟ لأن هناك ناس يعني عقولهم صغيرة ومتهورين. على كل حال، لا أعتقد. نعم. أعتقد أن الموضوع الآن يختلف عما كان عليه سابقا. ورسالة الأمس التي وجهها الشعب بكل فئاته، أحزابا ومستقلين ومن كل الفئات، هي رسالة موجهة إلى كل الجهات المعنية بالأمر، وفي المقدمة الدولة. جميل. رئاسة الدولة. بمعنى من أن هذه الجماهير خرجت لكي تقف أولا وقبل كل شيء حماية لمكتسبات الثورة اليمنية التي ضحى من أجلها الرجال، العلماء، المخلصين، الضباط، الأفراد. هذه في المقدمة، وهو الحفاظ على النظام الجمهوري. إذا لا خوف على الجمهورية. لا خوف على الجمهورية. طبعا طبعا. جميل. هذا شيء أساسي. بالتالي هذه الجماهير خرجت تقول القيادة السياسية نحن مع تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. جميل. هذا الاصطفاف الموجود الآن ليس موجها على أحد. جميل. ولا إلى أحد. أكثر ما هو موجه إلى الدولة. أما بالنسبة لما يدور كما أشرت إليه بالنسبة للحصار، لن نسمح لأي طرف مهما كان قوته أو نوعه أو شكله أو انتمائه بأن يرفع السلاح بقصد إسقاط الدولة. هذه من المستحيلات أن نسلم بها إطلاقا. شكرا. كل ما كنا عملناه في خلال الأربعة أشهر كان هو حول هذا الموضوع، ولم يكن مقصود به الحوثي أكثر ما كان مقصود في البداية، الذي هو القاعدة التي كانت فعلا طيب. تدمر وتقتل شكرا بالجماعة. على كل حال، أخيرا أنبه إلى أنه بالنسبة لهذا الاصطفاف الشعبي، لا أعتقد أن له مردوداته وكان له تأثيره، وإذا كانت المسيرة خرجت هكذا فكان فيه في نفس اليوم كنا نعد إلى المؤتمر العام الذي سيعلن عنه. جميل. ولكننا فضلنا مع كل القوى بأن تخرج هذا، ولا تنسى أن أمس هو يوم 24، وهو يوم مشؤوم في حياة الثورة والنضال، وأعتقد تتذكر يوم 24 أغسطس 68، وكنا طبعا عندنا قراءة للتاريخ وعندنا
طيب أنا أتمنى أن تكون معي ضيفا في حلقة قادمة. على كل حال شكرا كثيرا. شكرا كثيرا. شكرا للواء المناضل أحمد قرحش أحد كثافة المستعمر المجيدة، وشكرا لهذه الماسورة المليونية الضخمة أستاذ جميل. الآن يعني ذكرت المقدمة، فعلا هذه جاءت حصار صنعاء لإرهاصات وما حدث من طواطأ أو خيانة أو تقصير في محافظة عمران وتساهل القوى. الآن ماذا بعد المسيرة اللي شاهدنا بالأمس؟ ما الخطوة القادمة؟ هذا الحشد الجماهير الكبير الآن على ماذا يدل؟ هو ما في شك أنه الإشكالية يا أستاذ صالح أنه نخبنا دائما تأتي متأخرة، وإن أتت تأتي بتصريحات إعلامية أو بلقاءات موسمية. نحن اليوم بحاجة بعد هذا الاصطفاف الوطني إلى مشروع حقيقي لتنفيذ محركات الحوار. جميل. نحن اليوم بحاجة إلى كل القوى الوطنية وفي مقدمتها المشترك، لأن المشترك وشركائه أنا في وجهة نظري هو الشريان الأبهر للثورة اليمنية، ثورة 11 من فبراير. جميل. اليوم مدعو المشترك وشركائه إلى إعادة تقييم حقيقي وأن يقوم بدوره الريادي، وأن يقوم بدوره، هو أكبر مقوم الأنثى في الشارع. لأنه لا أستاذ صالح، نعم. ما حصل من سكون ومن هدوء في هذه الفترة سنة أو سنتين، في مقولة هنا تقول هذا القلص الفاضي يأتي من يمليه. صحيح. عندما غابت هذه القوى الوطنية لتحمل المشروع الوطني أتى من يملي هذا الفراغ بطريقة لن أقول زعرورية، ولكنها بطريقة متخلفة. العنف لن يبني دولة، العنف سيدمر ما بقى من الوشاق والسياسي والاجتماعي للوحدة. صحيح. أنا اليوم أخاف فعلا على الوحدة، لكن على الجمهورية لا أخاف. أخاف على الوحدة إذا مخرجات الحوار لم تنفذ كما جاءت. أخاف من الالتفاف على مخرجات الحوار والالتفاف على دستور القادم، لأن إذا وصلنا وكان هكذا حكومة الوفاق وظيفتها أو صلاحيتها هي إيصالنا إلى الدستور والاستفتاء وانتخاب حكومة وطنية من الشعب عبر صناديق الانتخابات، هذا التلكؤ والتأخر وضياع الوقت هو ما يؤدي إلى هذه الانهيارات. صحيح. فاليوم نحن مطلوبين فعلا من أحزاب اللقاء المشترك وشركائه أن يأتوا. لاحظ يا أستاذ، هذا مشروع رؤية الإنقاذ الوطني في 2009، كنا نقول في يومها أن هناك مشروعين، هناك مشروع وطني وهناك مشروع تخريب لهذه الدولة. واسمح لي يا أستاذ صالح في عقالة من أجل إخواني المواطنين وإخواني أيضا في المشترك وشركائي، لأنه أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. باختصار لاحظ التشخيص هنا، شخصت الأزمة في حينها بأن هناك حكم فردي شخصا ومركز سياسي عصبون الذي حول الدولة اليمنية من مشروع سياسي وطني إلى مشروع عائلي ضيق، أفضى إلى تقويض وهدار نضال وتضحيات أبناء اليمن والقفز على مكتسبات وأهداف الثورة اليمنية ومضامين وحدة 22 مايو السلمية في 1990، ويكشف عن إبراز مظاهر الأزمة وكيف جرت تقويض المشروعية الدستورية والقانونية وسد منافذ وآفاق التغيير السلمي عبر انتخابات حرة ونزيهة وإطلاق يد الفساد لتستبد وتلتهم ثروات البلاد وحقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية. فأخذت الأزمات تتفاقم وتتصفح وتتسع وتكبر من كل مع كل انتشار وتصاعد للفساد السياسي والإداري والاقتصادي والمالي الذي ينتجه استمرار الحكم الفردي وعصبوية الدولة المشخصنة وغياب الدولة الوطنية المؤسسية والحكم الرشيد، حتى بلغت الأزمة الوطنية ذروتها بتفجير حالة غير مسبوقة من الغيال الجماهيري في المحافظة الجنوبية جراء السياسات التي انتهكتها السلطة في البلاد منذ ما بعد الحرب، بالإضافة إلى الانفجارات المتكررة للحرب في صعدة منذ يونيو 2004 واتسع رقعتها، وها نحن اليوم نشهد روح الحرب السادسة لتزيد من الآلام ومعاناة هذه المحافظات. طيب. المحافظة المنكوبة. ماذا العلم هذا؟ فقط أنا سطرين فقط لأن هنا اللب. وهذا التشخيص لمظاهر ومسار الأزمة العامة في البلاد لم يكن مجرد تسجيل نقاط اعتراض على الواقع الراهن، وإنما هو عمل وطني يستهدف إيجاد الحلول والمعالجات الجادة للأسباب الحقيقية المنتجة لهذه الأزمة وإخراج البلاد من براثين ومآسي الوضع الراهن ومآلاته التي تنذر بوقوع كارثة عامة ليس أقلها وضع البلاد في مصاف الدول الفاشلة وعلى عهفة الانهيار. لذلك دعا المشترك إلى اصطفاف شعبي وإجماع وطني كفيل بإحداث التغيير الذي يحفظ كيان الدولة ويستعيد مضامين وحدة 12 من مايو 1990. أنا أقول إن المشترك كان يملك هذه الرؤية، هذا رؤية الإنقاذ الوطني، لكننا نحن النخب نعمل الرؤى
ونرمي فيها، وناتي برؤى جديدة ونرمي فيها. لماذا لا نناضل ونكون عند مبادئنا الحقيقية؟ إذن فبالتالي الفراغ هو الذي جعل هؤلاء الجماعات المسلحة ملء الفراغ تملأ ال... بالضبط. صحيح. طيب كلمتك الأخيرة في ختام هذا اللقاء، يعني ما هي قراءتك الآن؟ ما المطلوب الآن بعد المسيرة المليونية الحاشدة التاريخية التي لن ينساها الشعب اليمني، وأتمنى أن لا ينساها، وبالذات الجماعات العلم المسلحة أن تشاهدها كل يوم. بالضبط. أنا أقول إن هذا الاستصفاف الوطني لن يطول ولن يتكرر إلا في حالة واحدة، أن المواطن مش غبي، المواطن اليمني ذكي. إذا شعر أن هناك برنامج حقيقي لإنقاذ اليمن، مستعد على الشعب اليمني أن يربط الأحزمة ويجوع من أجل دولة وطنية مدنية قوية فيه قانون دستور مساواة مشروع واضح. لكن إذا اتضح أن هناك لا يوجد نية حقيقية لتنفيذ مخرجات الحوار، هذا الاستصفاف لن يتكرر. إذا بس بكم مشاهدي الكرام أشكر ضيفي العزيز في الاستوديو الأستاذ جميل الأصبحي الناشط السياسي، شكرا لك أستاذ جميل، وأشكركم مشاهدي الكرام، وأختم بهذه الرسائل لبعض الجمهور الكريم التي جاءت وأقرأها لكم. قال أحدهم: سنتحمل الجوع لكن لا نتحمل عبودية وحباب الركب، أنا وأنت ضد الجرعة لكن لن تقضي على جرعة النفط بجرعة الدم، ولن يكون الدم أرخص من النفط، ووالله الذي لا إله إلا هو لو علمت أن البترول أغلى من دم اليمني ما تراجعت عن اتباع الحوثة. هنا قال أحدهم: الحوثي كاللص لا يخوف لكن احذر منه، اخرج ضد الجرعة وتظاهر سلميا لكن لا تخرج مع مسلحين وقتل يهددون وطنك حتى لو رجعت الأسعار، فماذا تفيد الأسعار بعد أن تخسر وطنك؟ لن تجد طريق آمن وستنتظر أي رصاصة تأتيك من أي نافذة. لا يا صاحبي، كما قال المذيع جميل عز الدين، لا يا صاحبي لا تقتلني وتقتل أطفالي وتستعبدني علشان تخفض الأسعار، فالموت جوعا أهون عندي من الموت عبدا، وأن أحيا فقيرا خير من أن أحيا راكعا عند أقدام الزنابيل مع احترامي كل أراء. ألقاكم في لقاء قادم بعد غد إن شاء الله سبحانه وتعالى، واليمن بخير. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.